ايدك وما تقريش. بصراحه انا مش راضي عن الجوازه دي ابدا. انا ابني يستاهل واحده انضف من دي بكتير. ابنك؟ طب انا عايزك تلقي نظره كده على ابنك. واجه الحياه يا فاطمه، انت مش مخلفه احمد عز؟ ها، انا مدركه الواقع بس. بسش، بقول لك يا فاطمه ماشي الجوازه عشان ما يجيش واحد رخم زيي عقرب لك جوازتك. ربنا يوفق بخير ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. منوره يا ست الحاجه، منوره يا ست مبيره، ربنا يتم بخير ان شاء الله. ما يتمش. شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه من الاخر. احنا اللي قدرنا نقدره، واللي قدرنا نقدره، واللي عرفنا يغور من ضهره. بس يا عم هيثا، انت جاي تجيبوها عند الجواز ولا ايه يا عم هيثا؟ عم هيثا يعني يقصد ان نسبكوا شرف لينا يا ام مبيره. ما تقول حاجة يا دكتور، ما تمسكش تراتيه في الموضوع، خش في الموضوع على طول، والحق ما بيزعلش حد. اتفضل. عمر الحق ما هيزعل ليه؟ احنا برضو يعني ايه هنعدل. انت هتشتري السجاد وتشتري الستاير واخد بال حضرتك، وتشتري الصيني وتشتري النابوليا وتشتري المطبخ والحمام. وانتوا هتشتروا ايه؟ هنشتري واجب. شكلنا لبسنا في عيلة قاطية. عيلة ما تقلقش من جوازتك يا جماعة. الموضوع أبسط من كده بكتير. إحنا هناخد فاتن هتعيش عندنا في البيت، هتعيش في أوضة أبنودي، هتبنيها شغالة ماشي، وهناخدها بشنطة هدومها. عين العقل يا دكتور، وإحنا ناس برضك نفهم في الأصول. بكرة الصبح يا بت فاتن تنزلي معايا نشتري شنطة تاخدي فيها هدومك ماشي ولا يا دكتور؟ عندنا بقى الشنطة دي. وليه مكلف خاطرك كده وجاي على نفسك؟ دي مصاريف يا ابني. انزل هات كيسين زبالة سود من عندنا من العربية. لبس بنتك يكفي كيس ولا كيسين؟ خد بقى الكرع ده مني وادعي لاخوك تيسير. شكرا شكرا. ايه والنبي ما انت كاسفني. كوارع ميكس يو strong for the match and makes you strong. يعني I will tell you alone. بعد ما نخلص أكل هاخدك أوريك كايرو. Oh my god. It's very hot today. I know it's very hot. أنا بعتذر لحضرتك جدا لأن عربية الوزارة ما فيهاش تكييف. أنا آسف يا فندم، معلش. أيوه. حبيت حضرتك جدا والله. أوكي. هنخش بقى شمال إحنا من هنا. أوكي. ولا فين حضرتك؟ مش إزاي؟ أهو.
ساعة من الآن ونلتقي مع الحدث الرياضي الكبير، مباراة التحدي العظيمة بين بطلنا العظيم الرجل العنابي وبطل أمريكا الشهير سبايدر مان. ومعلش أنا قلت بطلنا الأول، له تحيز ولا تعصب والله، أنا قلت اسم بطلنا الأول لأنه هو بيلعب على أرضه ووسط جمهوره اللي بيحبه اللي بيدعيله. ربنا يكرمك إن شاء الله يا عنابي. إحنا ما يهمناش المكسب والخسارة، لا، إحنا يهمنا إن المباراة تطلع نظيفة ومثالية، يهمنا إن الدنيا كلها تعرف إن مصر قادرة على استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة. وأنا يشرفني أن يكون معي في الاستوديو اليوم ضيف عزيز جدا على قلبي، الدكتور بيرم المتحدث الرسمي باسم الرجل العنابي. مساء الأنوار يا بيرم. مساء الأنوار يا صريح بي، ويوم رياضي جميل إن شاء الله علينا وعلى الأمة العربية كلها. يا ريت يا بيرو بقى تشرح للسادة المشاهدين وتشرح لنا كمان أنت شايف المباراة دي إزاي؟ يمكن أنا عكس ناس كتير متوقعة النهاردة إن العنابي هيبقى فريسة سهلة للعنكبوت. أنا شايف لأ، أنا شايف هيبقى فيه تكافؤ بين الطرفين، شايف إن العنابي هيبقى أكتر من ند النهاردة، وعندي وجهة نظر في اللي بقوله ده. وجهة نظر؟ يا ريت نعرفها. يعني لو رجعنا مع بعض آخر كام مواجهة للرجل العنكبوت، بدل الناس وكأنه أسطورة أو شخص لا يقهر، وده اللي صوره الإعلام المزيف للناس، ده اللي الإعلام المزيف صوره عندنا. لا خلاص، لا والله ما هعملها تاني، خلاص أنا بوعدك والله ما هعملها تاني، والله أنا بحلف لك بالله، والله ما هعمل كده بالصعود، احنا على هوا كبير، معلش يا حبيبي انفعلت، بس الإعلام المزيف كانت حلوة يعني، خلاص خلاص والله نعيش بقى أجواء المباراة. الدكتور بيرم يا ريت تطمني وتطمن السادة المشاهدين على حالة ابننا. يعني لو بصينا على طريقة أداء الرجل العنكبوت هنلاقيه بيعتمد على الاستلام والتسليم الحركة، يعرف إزاي يسلم ويجري، عشان كده تلاقيه مميز جدا في الهجمة المرتدة، يعرف إزاي يرمي الشبكة وإمتى يلقفها تاني. الله عليك الله عليك، يرمي الشبكة ويلقفها تاني، آه صح.